الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقدوة العاملين وحجة الله على الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، الكلمة ستكون موجزة مختصرة عن معنى عظيم نحتاجه في حياتنا، ونحتاجه لتتحول عباداتنا إلى عبادات حقيقية نعامل بها الله جل وعلا. سيكون حديثي مركزاً على المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيراً لمصطلح مهم لا بد أن نراجعه. فالسياق الذي جاء فيه هذا اللفظ جاء في حديث عمر رضي الله عنه، هو حديث مشهور، سأل فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين، فسأله أولاً عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله أخيراً عن الإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً معنى الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو مرتكز الحديث، ولهذا حديثي عن هذا الجزء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن تعبد الله كأنك تراه. هذا المعنى جاء كما ذكرت ضمن حديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين. ولهذا لما رجع جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته ليعلم هل يعرفون من هذا، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الإسلام والإيمان والإحسان هو الدين، ولكنه مراتب. فالإسلام الأعمال الظاهرة، الإيمان الأعمال الباطنة أعمال القلوب، الإحسان مرتبة عليا، ولكن لا شك أن كل مرتبة مضمنة ما قبلها. فلا يكون مؤمنا إلا من كان مسلما، ولا يكون محسنا إلا من كان مؤمنا مسلما. ولهذا جاء تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ليكون في أعلى مراتب الدين. وإذا كان الإحسان أعلى مراتب الدين، لا بد لنا أن نتعرف على هذه المرتبة لنسعى في تحقيقها في عباداتنا ومعاملاتنا وسائر شؤوننا. ولهذا لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بقول: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا المعنى يشمل أصول الدين وفروعه، يشمل الإحسان مع الله والإحسان مع عباد الله جل وعلا. ولهذا يدور الإحسان حول معنيين. أما المعنى الأول فهو المشهور وهو المتبادل، وهو بذل المعروف وكف الأذى، وهذا معنى واضح، يقال أحسن فلان إلى فلان بمعنى أنه أوصل إليه الخير والمعروف وكف عنه الأذى، وكل ذلك إحسان، وهذا معنى متبادل ومعروف. ولهذا يسمى المتصدق محسن ويسمى العامل محسن. لكن المعنى الأدق من هذا ويشمل هذا المعنى هو إتقان العمل، فيعود معنى الإحسان إلى تجويد العمل وإتقانه. ولا شك أن العبادة، إذا كنا نريد أن نتعرف على الإحسان في مجال العبادة، فمعيار إحسان العبادة أن تكون خالصة لله صواباً على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت كذلك فسيشمل هذا المعنى كل الدين، بما فيه الجزء المتعدي الذي يوصل به الإنسان الإحسان إلى عباد الله جل وعلا، فإنه مبني على هذا. ولهذا يأخذ الإنسان فيه بقاعدة الشريعة، وقاعدة الشريعة عليكم السلام، وقاعدة الشريعة لا بد أن يبنى على الإخلاص وعلى المتابعة، وقاعدة الشريعة أيضا فيها أن يراعى فيها الأولويات. ولهذا في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالذي أوجبه الله على سبيل الفرضية وعلى سبيل الوجوب هو في أعلى الدرجات، ثم يأتي بعد ذلك النوافل والمستحبات. ولذلك يخطئ من يظن أن المقصود بالقرب هنا قرب نوافل كما ذكر العلماء، وإنما يكون تجويد العمل أن يراعي الإنسان في ذلك أولويات الشريعة. ومتى ما كان الإنسان محسناً فإنه يسعى إلى الكمال ويترقى، ويريد من هذا العمل أن يكون في أعلى الدرجات. نعم أيها الإخوة، الإحسان هو معنى الإتقان، وكل حتى في الحياة الدنيا الدول اليوم تسعى إلى ما يسمى بالجودة. نحن نريد أن نتعرف على الجودة في تعاملنا مع الله جل وعلا، على الإتقان في تعاملنا مع الله جل وعلا، كيف نحول هذه العبادات التي نقوم بها ونحن بها نعامل الله عز وجل
كيف نحقق هذا المعنى العظيم فيها، وهو أن تكون إحساناً، يعني أن تكون إتقاناً وجودةً نعامل بها الله عز وجل. إذا ما عرفنا أن هذا هو معنى الإحسان، وبه يندرج المعنى الثاني وهو بذل المعروف وكف الأذى وغير ذلك، إذا ما عرفنا أن هذا هو المعنى المراد، فلا بد أن نتعرف على أولاً ما جزاء المحسن. جاءت نصوص كثيرة جداً تدل على أن من أحسن في عبادة الله ومن أحسن إلى عباد الله جل وعلا فيحظى بميزات عظيمة في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فيكفينا في جزاء المحسنين قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالجزاء من جنس العمل، فبما أنهم أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى عباد الله جل وعلا فالجزاء الحسنى. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأن الحسنى المراد بها الجنة، أسأل الله الكريم من فضله وأن لا يحرمنا فضله وأن يجعلنا جميعاً ووالدينا من أهل الجنة. وفسر الزيادة التي وردت في هذه الآية بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، هذا هو جزاء المحسن. والجنة جاء في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، جاء في كتاب الله تعقيباً على دخول الجنة بأنها جزاء المحسنين. ولهذا قال الله عز وجل في آيات كثيرة: وذلك جزاء المحسنين، ذلك جزاء المحسنين، في نصوص كثيرة من كتاب الله عز وجل. وفي سورة الرحمن لما ذكر الله عز وجل في آخرها مقام من خاف الله جل وعلا، مقام المحسنين، مقام من عبدوا الله على وجه الحق والحقيقة، ذكر أن لهم عند الله عز وجل جنتين. جاء بعد ذكر الجنة الأولى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان الذي ذكر هنا الأول الإحسان في عبادة الله، وهو المعنى الأول وهو المعنى المراد. كيف يكون هذا المعنى؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان في عبادة الله معنيين مهمين، أحدهما أعلى من الآخر. ولهذا لما فسره لجبريل عليه السلام قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ما أعظم هذا المعنى، لأنه يتضمن مقامات كثيرة من مقامات العبودية نحتاج أن نفعلها في عباداتنا فعلاً لكي نعامل الله ولا يهمنا ما يكون من أغراض الدنيا. فمقام الصدق مع الله، الإخلاص في عبادة الله، اليقين بوعد الله، التوكل على الله، الخوف من الله، محبة الله، كل هذه المقامات تجتمع في هذا، فيكون الإنسان في أعلى درجات اليقين والتصديق بموعود الله عز وجل، ولهذا يصل إلى مرتبة المشاهدة، فيعبد الله عز وجل وهو يؤمن باطلاع الله عليه ومراقبته وإحاطته بكل ما يقع منه، على حد ما قال الله عز وجل في آيات كثيرة، ولكن منها: وهو بكل شيء عليم. ومنها: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على كل الأحوال، إذن هذا المقام ومقام الإحسان في عبادة الله يتضمن كل هذه الجوانب، فهي شاملة لكل أركان الإسلام وهي الأعمال الظاهر وأركان الإيمان. فلن يكون محسناً إلا من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، آمن بما أعد الله للمؤمنين، آمن بما أعد الله لمن كانوا بضد ذلك، آمن بكل ذلك، ولهذا يقوم بهذه العبادة وهو يعلم يقيناً أن الله جل وعلا يراه. وإذا كان يؤمن بذلك فأولاً لن يقع منهما يغضب الله جل وعلا، سيكون خائفاً من الله، لن يواقع ما يسخط الله جل وعلا، وسيوقع العبادة على أعلى درجات الإحسان، بمعنى أنه يحرص على إتقان العمل وإكماله وإتمامه ليكون هذا العمل مقبولاً عند الله عز وجل. ولهذا لن يتم ذلك إلا بالعلم، فالذي يريد أن يكون عمله إحساناً في عبادة الله عز وجل عليه أن يعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف زكى، وكيف حج، وكيف صام، وكيف فعل العبادات كلها. فإذا ما علم حال النبي صلى الله عليه وسلم حرص أشد الحرص على أن يؤدي العبادة كما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يتطلب منه موقف المحاسبة، يكون محاسباً لنفسه قبل العمل، ويكون محاسباً لنفسه أثناء العمل، ويكون محاسباً لنفسه بعد العمل.
قبل العمل يقف وقفة محاسبة، ما الذي يبعثني على هذا العمل؟ إذا كان يحركه غرض من أغراض الدنيا أو مطمع فهنا ثمة خلل. إذا كان ينظر إلى ثناء الناس، إلى اعتبار الناس، إلى مكانتي عند الناس، فهذا خلل في العبادة، هذا يؤثر على خلوص العبادة وعلى كون الإنسان يراقب الله عز وجل فيها. فإذا مقام المراقبة، مقام الإخلاص، مقام اليقين، مقام الخوف من الله، مقام محبة الله جل وعلا، كلها يجب أن تكون حاضرة حينما يريد الإنسان أن يؤدي العبادة ليكون محسناً فيها. ولهذا إذا فعل هذه العبادة كما أمر الله وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي الأمر في أثناء العبادة، هل فعلاً هو يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم يسأل نفسه سؤالاً لازماً له، ما أثر هذه العبادة؟ العبادة لها تأثير على النفس ولها تأثير على السلوك. الصلاة مثلاً التي نؤديها أخبر الله جل وعلا عنها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال الله تعالى في كتاب أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا لم تكن صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر فهناك خلل، إذا صلاتنا ليست على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، ومن ثم وقع هذا الخلل. إذا كنا نعيش في بيوت الله ونعيش مع صلاتنا حال ونعيش حالاً أخرى خارج ذلك، فنحن لدينا خلل في مقام الإحسان. الإحسان إتقان العمل، إتقان العمل معناه أن نؤديه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، بحيث لو قيل للإنسان الواحد منا ستقابل الله بعد هذه الصلاة مباشرة لن يكون لديه أي تردد، سيكون مشتاقاً إلى لقاء الله عز وجل، سيكون سعيداً بذلك لأنه صلى كما يحب أن يجد ذلك في ميزان حسناته. أما إذا كان هناك خلل فهذا لا شك أنه سينعكس على العمل وسيكون أثره نقصاً في الإحسان، قد يصل إلى أن يكون مخلاً بالصلاة وقد يصل إلى أن يكون مبطلاً للصلاة. ولهذا علينا أن نراعي هذا المقام، أن نعبد الله كأنك، أن تعبد الله كأنك تراه، هذه الدرجة الأولى وهي أعلى الدرجات. ولكن لا شك أنها في هذا المقام هو مقام يبنى على النص، يبنى على الإخلاص، على المتابعة، لا على ما يقوله أهل الأهواء وأهل البدع. فلدينا من بعض الفئات ومن بعض الأحزاب من يتعبدون الله بالوجه وبالذوق وبغير ذلك من الصوفية وغيرهم، فيفسرون هذا المقام بمقام آخر فيرون أنه الفناء وأنه لا، هذه أمور مبتدعة ينحرف بها الإنسان عن النص. إنما نحن نفهم هذه النصوص على ضوء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثانية وهي لا شك أقل وهي مرتبة الخوف. المرتبة الأولى مرتبة المشاهدة، فالإنسان يعبد الله عز وجل وهو يعلم يقيناً أن كل ما يؤديه فإنه تحت علم الله جل وعلا وإحاطته، ولهذا يستحق على هذا، يستحق محبة الله. ولذلك جاء في أكثر من آية والله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. يستحق أيضاً على هذا معية الله، وهي مرتبة عليا بها يصل الإنسان إلى أن يكون عبداً لله على الحقيقة، ويكون الله معه، وإذا كان الله معه فلن يضره ما يكون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الولاية التي ذكرته قبل قليل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطين. هذه مرتبة عليا، فمعية الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالإحسان يحقق هذه المرتبة. متى؟ إذا حصل من الإنسان تحقيق هذه المرتبة، ففعلاً كان في عبودياته يؤمن وينطلق فيها من هذا المعنى الذي سيكون حاضراً معه في كل عبادة يؤديها، فيستشعر رقابة الله ويستشعر خوف الله ومحبة الله ومعية الله، ويستشعر أنه لن يغيب شيء عن الله عز وجل. إذا كان الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما هو في الصدور مما يتردد في نفسك الله عز وجل مطلع عليه. خائنة الأعين هي التي يرمي بها الإنسان ويظن أن أحداً لن يفطن به ولن يتعرف عليه، ومع ذلك هي تحت علم الله عز وجل وإحاطته. إن لم يكن كذلك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه مرتبة الخوف، وهي أقل كما قال العلماء، هي مرتبة أقل من الأولى. الأولى
يصل الإنسان بها إلى مقام لا يمكن أن يغيب عن هذا المعنى، ويستشعر معية الله وإحاطته في كل شيء. والمرتبة الثانية هي أقل، ولكنها لا شك ستؤثر على عبادة الإنسان وسلوكه. هذا فيما يتعلق بالإحسان في عبادة الله. ومن عبادة الله عز وجل الإحسان إلى عباد الله، ولهذا هذا المعنى سيكون مستحضراً في ذهن المسلم وهو يحسن إلى عباد الله، وهو يتصدق وينفق، يؤدي الزكاة الواجب، ويؤدي النفقة الواجب، ويؤدي الصدقات الأخرى، ويوصل المعروف، حتى ليصل إلى أقل الأمور، حتى إلى الابتسامة، فيبتسم في وجه أخيه ويعلم أنها صدقة وأنها عبادة لله عز وجل، ويسلم ويلاطف أخاه وهو يعلم أن هذا السلام وهذه المصافحة تحط ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها، كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإحسان إلى عباد الله هو بذل المعروف، والمعروف يشمل سواء كان معروفا ماليا أو معروفا بدنيا أو معروفا ملجاء أو بأي صورة من الصور. فنفع الناس عمل عظيم عند الله عز وجل، وهو من الإحسان، ولكنه أيضا يندرج تحت معنى الإحسان الآخر، ألا وهو أن الإنسان يؤديه لا لأجل أن ينتظر من الناس شيئاً، يؤديه لا لينتظر جزاء من الناس، وإنما يؤديه كما قال الله جل وعلا في سورة الإنسان: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فيفعل الإنسان المعروف وهو يريد ما عند الله عز وجل، ويستشعر هذا المعنى. هذا هو مقام الإحسان أيها الإخوة. ولذلك لن يفهم مقام الإحسان إلا إذا فهم أنه أصلاً إسلام وإيمان، ويأتي أداء هذه الفرائض التي أوجبها الله عز وجل، ويأتي القيام بشعائر الإسلام من هذا المنطلق وبهذا المعنى، فهو مؤمن مسلم ويؤدي هذه العبادات، وهو يستشعر مراقبة الله عز وجل وإحاطته بكل ما يأتي به في عباداته. ما أحوجنا إلى هذا المعنى، لأنه إذا تحقق هذا المعنى في حياتنا فستكون عباداتنا ليست عادات. نؤدي العبادة لا على أنها إرث أو شيء ألفناه أو شيء رأينا من غيرنا يفعل فنفعل، وإنما نؤدي العبادة ونحن نستشعر معنى العبودية لله عز وجل، نستشعر أنها أعظم حق لله عز وجل، ولذلك نخلص لله ونؤدي ما وجب علينا ونحن نستشعر أننا مقصرون. فالإنسان فيها يستشعر منة الله، ويستشعر تقصيره في جنب الله جل وعلا، ويعلم بعلم الله وإحاطته بكل أفعاله، فيقوم بهذه العبادات على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. إذا فعل ذلك كما قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فلا ننتظر من الله عز وجل، وقد أحسننا في عبادة الله وأحسننا إلى عباد الله، لا ننتظر إلا الإحسان ممن هو المحسن، ومن أسمائه المحسن، ولذلك هو المحسن على الحق والحقيقة. وكل ما نعيشه في حياتنا وفي أمورنا فإنما هي صورة من صور إحسان الله عز وجل. وإذا كان المحسن هو الله عز وجل فلن نتصور إلا غاية الإكرام وغاية الإحسان، وغاية ذلك أن يكون ذلك رضاً من الله عز وجل، ونرج به جنة الله، أسأل الله أن يحقق لنا ذلك. هذا حديث موجز عن هذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان، ونحتاجه أيضاً كما ذكرت لأجل أن نحرك قلوبنا للشوق إلى الله عز وجل، ونؤدي العبادات كما يرضي الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يحقق لنا هذا المعنى، وأن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا، ويوفق ولاة أمرنا إلى كل خير. أسأله سبحانه وتعالى أن يرد عنا كيد الكائدين وعدوان المعتدين وضلال المضلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.